بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة جدا وحلقة فيها كواليس وتفاصيل وأخبار عديدة، ويمكن الأحداث سريعة في الوسط الرياضي، ملفات يومية ويمكن كل ساعة يمكن الملفات مهمة جدا. وخلاص بقى دخلنا في معمعة وزحمة مباريات الدوري، وعندنا مباريات كبيرة ومهمة، كأس العالم للأندية، ورشة عمل لمسؤولي الأندية اللي هيشاركوا في مونديال الفيفا اللي هيقام في المغرب إن شاء الله بإذن الله في الفترة من 1 إلى 11 فبراير في المغرب. وكمان هنتكلم على مباريات الدوري، وعندنا ملفات مهمة جدا بالتأكيد لازم نلقي الضوء عليها ونوصل كل المعلومات الصحيحة والمعلومات الرسمية لكل السادة المشاهدين ولكل المتابعين لقناة النادي الأهلي في كل مكان. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة المصري بالدوري. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال وتوقعاتكم لتشكيل الأهلي في هذه المباراة اللي هتتلعب بإذن الله يوم الخميس الساعة 7 مساء، من خلال طبعا توقعاتكم للتشكيل عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من توقعات حضراتكم على تشكيل النادي الأهلي. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يرسل القائمة المبدئية لكأس العالم للأندية، وكمان الفريق يواصل الاستعداد لمباراة المصري. وفي الترند العالمي، باريس سان جيرمان يجهز عقد ميسي الجديد. طيب استعراض مباريات اليوم والنهارده، في مباريات في كأس الرابطة الإنجليزية الساعة 10 من مساء الليلة، يمكن في مباراتين في توقيت واحد، نيوكاسل يونايتد بيستضيف ليستر سيتي، ومانشستر يونايتد بيستضيف تشارلتون أثليتيك. بالتأكيد ده مباريات مهمة في كأس الرابطة، وبالطبع بدءا من الغد إن شاء الله استئناف مباريات الجولة 13 للدوري العام، عندنا مباريات مهمة جدا ومباراة الأهلي والمصري يوم الخميس اللي جاي. طيب قبل ما أطلع لفاصل، يمكن النادي الأهلي النهاردة يمكن تقدم بخالص التعازي للدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي السابق في وفاة والدته. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية والإدارية يتقدمون بخالص التعازي للدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي السابق في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. طيب في تفاصيل أكتر بالتأكيد من خلال الحلقة عن كل الأحداث الرياضية، ولكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع، لأن في تفاصيل مهمة وملفات مهمة هنتكلم فيها في حلقة اليوم من برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب عندنا كلام مهم جدا بخصوص استعدادات الأهلي لمباراة المصري، ومباراة مهمة جدا في الجولة ال 13 من عمر مباريات الدوري العام. النادي الأهلي في الصدارة بيبتعد بأربع نقاط عن فريق فيوتشر صاحب المركز الثاني ووصيف الدوري، ويمكن المنافسة داخلة بشكل قوي جدا مع فيوتشر خلال الفترة اللي جاية. الأهلي في الصدارة وفيوتشر في المركز الثاني، وباقي المنافسين طبعا بيتصارعوا على باقي المراكز خلال الفترة اللي جاية. قدامنا على الشاشة يمكن ده جزء النهاردة من التدريب الصباحي لفريق النادي الأهلي، النهاردة تدريب على فترة واحدة، واستأنف الفريق النهارده تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. قدامنا أحمد عبد القادر، علي معلول، محمد شريف، محمد هاني، طبعا محمد الضو، يمكن اللاعب التونسي محمد كريستو موجود في التدريبات، كمان خالد عبد الفتاح، كمان الظهير الايمن المنتقل للاهلي من سموحه. وفي خلال الساعات اللي جايه هيتم الاعلان عن باقي الصفقات باذن الله، ويمكن ان شاء الله صفقات وتدعيمات قويه جدا لقائمه الاهلي الافريقيه والقائمه المحليه، وفي نفس الوقت كمان التدعيم بالنسبه لقائمه الاهلي المشاركه في كاس العالم للانديه. قدامنا طبعا محمد مجدي قفشه، عمرو السوليه، رامي ربيعه، برونو سافيو، محمود كهربا، احدث ان شاء الله الوجوه اللي ممكن نشوفها خلال الفتره اللي جايه في المشاركه الرسميه. كمان قدامنا حسين الشحات، علي معلول، ورباعي حراس المرمى الشناوي، علي لطفي، مصطفى مخلوف، وكمان حمزه علاء. ان شاء الله باذن الله يمكن خلال اقل من 3 اسابيع نطمئن على عوده مصطفى شوبير، يلحق القائمه النهائيه او ما يلحقش طبعا ده لسه هنشوفه بقى خلال الفتره الجايه بعد اعلان النادي الاهلي للقائمه النهائيه اللي هتشارك في البطوله. الاهلي سجل قائمته امبارح، بنتكلم في حوالي اقصى عدد 35 من ضمنهم 4 حراس، لكن هيتم اختصار القائمه ل 23 لاعب مع من ضمنهم 3 حراس مرمى. مارسيل كولر النهارده المدير الفني عقد اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران،
واتكلم في بعض الجوانب الفنيه والامور الفنيه في اطار التحضيرات للمباراه المقبله. اللاعبين يمكن خاضوا تدريبات بدنيه مكثفه في بدايه المران الجماعي تحت اشراف اندرياس اندويا مخطط احمال الفريق. كمان النهارده زي ما قلت وشفتوا طبعا الرباعي شناوي، علي لطفي، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، رباعي حراس المرمى النهارده كان في تدريب مع ميشيل يانكون على هامش المران الجماعي. محمد عبد المنعم يمكن خاض تدريبات منفرده النهارده بالجري حول الملعب، وفي جلسه تاهيل في الجيم ضمن البرنامج المحدد للتخلص من الاصابه التي لحقت به مؤخرا. اكرم توفيق النهارده كان موجود في ملعب التتش بالجزيره، وكان في استقبال من كل زملائه اللاعبين والجهاز الفني بقياده مارسيل كولر. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، الف مليون سلام عليك يا اكرم، الفتره الجايه باذن الله ترجع بسرعه، وهي الاصابه كده بتبقى قضاء وقدر. الحمد لله على كل شيء، تعرضت لاصابه الصليبي العام الماضي وغبت يمكن معظم عام 2022، اصابه جات لك في بدايه عام 2023، كنت ماشي بشكل كويس جدا، ولكن ان شاء الله باذن الله بعزيمه الرجال، عارفين دايما ان اكرم عنده عزيمه، هتنتهي الفتره بسرعه وهترجع ان شاء الله للملاعب. وعندنا امثله كثيره جدا لاعبين تعرضوا لاصابات قويه وفترات طويله ورجعوا وكانوا نجوم في الملاعب سواء حتى في اوروبا او حتى في مصر. طيب قلت طبعا الصفقات الجديده انضمت، اللاعب عبد الفتاح كان موجود النهارده في النادي الاهلي وشارك في التدريبات بالامس واليوم. كريستو اللاعب التونسي يمكن هيبقى ان شاء الله صفقه مهمه جدا في الدوري المصري، لاعب مميز على المستوى المهاري على المستوى الفني، اضافه كبيره جدا ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. النهارده كمان ممكن يكون في اعلان لبعض الامور الجديده الخاصه بالصفقات خلال الساعات اللي جايه في تدعيمات اخرى. ملف الصفقات الناس بتشتغل فيه بشكل قوي جدا من اجل تحضير قائمه قويه تقدر تواجه الضغوطات الكبيرة في الفترة اللي جاية ما بين ضغط مباريات محلية وإفريقية وكأس العالم للأندية. كمان عارفين إن في مباريات الدوري الفترة الجاية في تأجيل لأكثر من مباراة، بنتكلم مباراتين قبل كأس العالم ومباراة ممكن نهائي الكأس لو الأهلي تخطى سموحة، وعندنا مباراتين في الدوري الداخلية والاتحاد السكندري هيتأجلوا كمان نتيجة التعديلات اللي حصلت على ماتشات دوري أبطال إفريقيا. ماتش القطن الكاميروني بدل هيتلعب 18 او بدل 11 فبراير هيتلعب احد ايام 3 او 4 مارس، فده تم تعديل مباراه الداخليه. ماتش سان داونز اتحرك ميعاده من 6 او 7 مارس ل 10 او 11 مارس، فمباراه الاتحاد السكندري كمان اتاجلت. فاحنا بنتكلم في ضغط ماتشات جاي للاهلي هيبقى قوي جدا، واكيد في انتظار بقى رابطه الانديه والاستاذ عامر حسين نشوف الترتيبات اللي هتتم على الجدول في ظل ان الاتحاد الافريقي عمل جدول مميز وعمل جدول يعني ريح فيه النادي الاهلي وريح فيه نادي الوداد. ممثله قاره افريقيا هيلعبوا في كاس العالم للانديه، فتم تاجيل مباراتهم الافريقيه بمساحه انه يكون ما بين كل مباراه والثانيه ما بين اسبوع و10 ايام. فننتظر نشوف الاتحاد المصري او رابطه الانديه هتعمل ايه خلال الفتره اللي جايه باذن الله. طيب دي كانت الاخبار المتعلقه بتدريب اليوم والمباريات القادمه والتاجيلات وملف التدعيمات اللي هيكون فيه اخبار هتسعد جماهير الاهلي خلال الساعات اللي جايه. اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع، عندنا كلام مهم جدا جدا. اهلا بحضراتكم من جديد، ركز مع بعض لان الكلام اللي جاي ده مهم جدا، وانا دايما ما بحبش اسيب الناس دايما كده تبقى عرضه لاي حد يقول اي شائعات او اخبار كاذبه او معلومات غير صحيحه. وسبحان الله يمكن الكلام اللي باجي اقوله بيبقى فيه تفاصيل كده بتظهر من خلال بعض الزملاء الصحفيين او بعض المواقع، بيدونا كده مساحه اللي احنا ايه نعمل تمهيد للكلام اللي جاي، وده ظهر في ملفات كتير، لان احنا دايما وانتوا دايما متعودين مننا ما بنقولش الا المعلومات الصحيحه والايام بتثبت ده في اي قضيه بنتكلم فيها سواء محليه او قاريه او دوليه. طيب انا النهارده عندي قضيتين. القضيه الاولى اللي شغلت الراي العام وهي قضيه التحكيم. نبدا مع بعض، وانا كنت النهارده جاي عايز اتكلم بتفاصيل الجلسه اللي تمت ما بين مارك كلاتنبرج مع الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم واعضاء مجلس الاداره بالامس في مشروع الهدف، ولكن النهارده الزملاء في القاهره 24 كالعاده بصراحه بامانه الفتره الاخيره عاملين انفرادات عظيمه في اكثر من ملف، وتحديدا ملف التحكيم خاص ملعب القاهره 24 كواليس جلسه جمال علام رئيس الاتحاد مع كلاتنبرج. جمال علام قال لمارك كلاتنبرج احنا معاك وبندعمك. رد كلاتنبرج وقال اشكرك، اللي وصلني ان كل الانديه مش بتهاجمني ما عدا نادي واحد هو الزمالك. طبعا قدامكم هذا الخبر وهذه الكواليس واللي انفردت بيها ملعب القاهره 24 والزملاء الصحفيين في القاهره 24، وبنحييهم بالتاكيد
على هذا الانفراد، وانفراد يأكد الانفرادات السابقة، لأن كانوا برضو جابوا المحادثة اللي تمت ما بين محمود ناجي ومحمد الصباحي في مباراة الزمالك والداخلية. طيب الكلام ده مهم جدا، ليه بقى؟ نرجع مع بعض ونتكلم. أولا مارك كلاتنبرج متابع كويس جدا كل اللي بيتقال، وعارف كويس قوي الضغوطات اللي بيحاول البعض يمارسها خلال الفترة الحالية من أجل عودة نظرية الاحتواء اللي كانت موجودة في السنتين ثلاثة اللي فاتوا. وجمال علام لما يقول لمارك كلاتنبرج احنا معاك وبندعمك، اذا الموضوع منتهي، الراجل مستمر حتى نهاية تعاقده والموضوع قضي الأمر فيه. ايه الخلافات اللي كانت موجودة قبل كده؟ ان الاتحاد كان بيحب يعين ناس يعاونوا الراجل في الفترة السابقة، كل شوية تتغير مناصب ومراكز الناس، يعني محمد فاروق، أيمن دجيش، تامر دري مسؤولين عن التعيينات مكان أحمد أبو العيلة، قيس فجأة لا حط محمد فاروق وتامر دري في القسم الثاني والثالث ويشيل أيمن دجيش من اللجنة. طب امبارح تم عرض عودة محمد فاروق من تاني لعضوية اللجنة مع تكليفه بمنصب نائب رئيس اللجنة، على أساس أن مارك كلاتنبرج لو سافر الفترة الجاية طبقا لارتباطاته والاتحاد عارف ده، يبقى في حد يقدر يشغل مكانه وهو مش موجود، والتنسيق معاه يتم عبر جلسات زوم وأونلاين اللي بتتم دايما في لجنة الحكام خلال الفترة الأخيرة. وبالتالي التعديلات اللي بتتم على اللجنة هي مش مشكلة مارك كلاتنبرج، هي مشكلة اتحاد الكورة، كل شوية يشيل ويحط، يرجع ويشيل ويظبط ويقيل يعني كل شوية تعديلات على اللجنة. كان كمان أحمد أبو العيلة كان مدير اللجنة قبل كده ومسؤول عن التعيينات، تم إبعاد أحمد أبو العيلة عن هذا المنصب وجه توفيق السيد. توفيق السيد كان اتقال له انت هتبقى مدير اللجنه، بعد كده اتقال له لا انت هتبقى مسؤول عن التعيينات مع مارك كلاتنبرج. طيب امبارح، ودي بالنسبه لي غريبه وعليها مليون علامه استفهام، مين اللي بيرجع احمد ابو العينه من تاني عشان يعاون توفيق السيد في مساله التعيينات؟ ما انت كان عندك مشكله واستبعدت احمد ابو العيله، هل المشكله اتحلت او المشكله حصل فيها حاجه فانت رجعت احمد ابو العيله، ولا دي ضغوطات بتمارس على مجلس اداره الاتحاد فبيحاول يعيد نفس الناس اللي كانت موجوده قبل كده او اللي ممكن يكون في تواصل معاهم، فعشان يبقى وزن الكفه عندك كلاتنبرج وعندك الناس القديمه؟ ما احنا عايزين نفهم، هو انت شلت ابو العيله وشلت محمد فاروق وتامر دري وايمن دجيش، وامبارح عايز ترجع اتنين ثلاثه منهم، واحد منهم بنائب رئيس لجنه وتامر دري يرجع تاني لتقنيه الفي ار، و احمد ابو العيله يبقى مع توفيق السيد في التعيينات؟ طب ما توفيق السيد كان بيحط التعيينات لوحده، ايه اللي هيرجع احمد ابو العيله من تاني؟ ما الراجل موجود يا جماعه، ما تدوله كافه الصلاحيات، انتوا ليه دايما كل شويه بوجهات نظر وباراء؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه عشان اقول لكم ان ازمه التحكيم في من يدير مش في اللجنه. الاستاذ ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد وانا بحترمه على المستوى الشخصي وهو زميل، خرج بتصريحات واتكلم على هدف مباراة الداخلية والزمالك، وقال هدف الداخلية هدف غير سليم، وقال الكرة تسلل. طب أنت سألت لجنة الحكام؟ هل عرفت رأي مارك كلاتنبرج في هذا الهدف؟ وهل يجوز أن عضو مجلس إدارة في اتحاد الكورة يطلع يعلق على قرار تحكيمي في ظل أنه في لجنة موجودة؟ ما أنت كده وقفت مع طرف ضد طرف، ده أنت المفروض عضو اتحاد كورة شخص محايد، لا تبدي أي رأي فني في قرارات تحكيمية، لأن أنت بتصادر على الشغل الفني للجنة الحكام. طب الوضع هيبقى ايه دلوقتي بقى لما مارك كلاتنبرج في الفيديو التحليل اللي هيطلع خلال الساعات اللي جايه يقول لك الكره هدف سليم مفيش فيه اي تسلل؟ لان النهارده انا عرفت من مصدر في لجنه الحكام ان لجنه الحكام اقرت بصحه هدف الداخليه في مرمى الزمالك، ومارك كلاتنبرج اشاد بقرار محمد الصباحي في تقنيه الفي ار سليم، وسيتم التعامل مع الحكم المساعد اللي تم رفع الرايه انها تسلل انه اخطا خطا فني جسيم. وبالتالي ما هو موقف دكتور ايهاب الكومي في تحليل هذه اللعبه في ظل ان الناس المختصين لجنه الحكام النهارده في اجتماع جلسه الاونلاين مع الحكام وفي وجود كل اعضاء اللجنه، مصدر في اللجنه بلغني ان الراجل مارك كلاتنبرج قال لك ان الهدف سليم، وقال كمان ان القرار صحيح جدا واللجنه اكدت على صحه هدف الداخليه. طب ليه؟ ليه ندخل نفسنا طرف في حالات تحكيميه احنا مش مختصين بيها؟ لا حضرتك حكم ولا كنت مساعد ولا سالت اللجنه. ليه بنحاول نجامل البعض في قرارات واضحه وصريحه؟ ليه بنعمل جدل بدون داعي؟ دي نقطه. الثانيه، النقطه الثالثه، اتقال
ان في ايقاف للحكم الدولي سمير جمال وفي ايقاف للكابتن امين عمر. سالت لجنه الحكام قالوا لي لم يصدر اي قرار ولم نتلقى اي اخطار بايقاف سمير جمال او بايقاف امين عمر، واكدوا ان الاثنين غير موقفين، الاثنين مش موقفين ومفيش اي قرار باحالتهم للتحقيق، بل بالعكس مارك كلاتنبرج اشاد باداره امين عمر لمباراه اسوان والزمالك، واشاد بالقرارات التحكيميه اللي تمت في مباراه اسوان والزمالك وفي مباراه الداخليه والزمالك، وبالتالي لا في اي ايقافات ولا في اي احاله لاي تحقيق ولا في الغاء لاي قرارات تمت في الفتره. خلال الساعات اللي جايه هتسمعوا حاجات مهمه جدا بخصوص الحكام اللي هيديروا مباريات الجوله اللي جايه، وبالتالي مهم جدا اللي انا اركز مع حضراتكم في التفاصيل دي واكون دايما حريص على اظهار الحقيقه فيما يحدث في ملف التحكيم. لا في حكام اتوقفت ولا في حكام اتحولت للتحقيق، بل بالعكس مارك كلاتنبرج اشاد بالقرارات التحكيميه اللي تمت في المباريات السابقه، وهو شفنا من خلال القاهره 24 الكلام الرسمي اللي اتقال في الاجتماع، والراجل عارف ان مفيش اي اعتراضات رسميه الا من نادي واحد فقط. وانا بقول للكابتن توفيق السيد، ودي الرساله الاولى وممكن ما تكونش الاخيره، يا كابتن توفيق انت عندك رئيس لجنه محدش بيتواصل معاه، اتمنى انك تمشي على نفس خطى رئيس لجنه الحكام ولا تتلقى اي اتصالات هاتفيه من اي زملاء في مجال التحكيم، لان انت مش عارف مين ممكن يكون قاعد جنبه فياخد السماعه ويكلمك ويبقى في حوارات ملهاش اي داعي، في ظل ان رئيس اللجنه لا يتعامل الا مع حاجتين، مع الحكام ومع مجلس اداره اتحاد الكوره. ليه بقى انا بركز على كل التفاصيل دي وقلت الهدف صحيح؟ الشغل البلدي خلاص بطل، يعني الناس اللي بتحاول تقدم ماده اعلاميه فيها شغل بلدي بطل خلاص. احنا دلوقتي في مرحله البراندات والمولات والدنيا اختلفت تماما، احنا في عصر السوشيال ميديا، فاي شغل بلدي هيتقال عن ايقاف حكام او لا. الحمد لله احنا عندنا مصادر وبنثق تمام الثقه في كل مصادرنا داخل اتحاد الكوره وداخل اللجنه، وبنعرف القرارات الصحيحه اللي بيتم اتخاذها. لو في حكم اتوقف بسبب مثلا خطا تحكيمي للاهلي هنطلع نقول، لو في هدف تم احتسابه لصالح الاهلي وفي خطا تحكيمي هنقول الهدف ده غير سليم والاهلي فاز بخطا تحكيمي. لكن الحمد لله على مدار 12 مباراه كل القرارات التحكيميه اللي صدرت في مباراه الاهلي بتبقى لصالح الاهلي الحمد لله سليمه 100%، بل بالعكس بيبقى لنا قرارات ثانيه للاسف لم يتم احتسابها لصالح الاهلي، ومارك كلاتنبرج خرج في اكتر من مناسبه وقال الكلام ده، فمش هنسمح باي شغل بلدي بيتقال على ايقاف حكام، لان خلاص عصر السوشيال ميديا وعصر الاعلام دلوقتي اختلف وبنقدر نوصل لاي معلومه بالنسبه للاجتماعات اللي بتتم في الساعات الاخيره. النهارده كان في اجتماع اونلاين ما بين كلاتنبرج مع الحكام، وقلت لكم كل الكواليس اللي تمت بالنسبه للحالات التحكيميه وموقف الحكام وكمان الكواليس اللي تمت في اجتماع مارك كلاتنبرج مع جمال علام. الموضوع الثاني ومش هاخد فيه اكتر من دقيقه لانه ما يستحقش اكتر من دقيقه، والنادي الاهلي بيركز دايما في ملفاته وفي القضايا سواء الداخليه او الخارجيه، ما بيعلقش الا لما بيكون الموضوع بالفعل يستحق انه يكون فيه تعليق. ولكن انا بما ان انا مطلع على الملفات الخارجيه ودائم المتابعه مع مصادر خارج مصر سواء في الكره الافريقيه او في الاتحاد الدولي، الجماهير الاهلاويه او كل الاهلاويه الساعات الاخيره اتصدر لهم معلومات غير صحيحه في موضوع متعلق بعبد الله السعيد. انا كل اللي هقوله لجماهير النادي الاهلي، لم يصدر قرار ان الاهلي خسر قضيته في عبد الله السعيد، كل الموضوع متعلق باجراء شكلي، اجراء شكلي المحكمه الرياضيه الدوليه تناقش القضيه ام لا تناقش القضيه، فقط ليس الا اجراء شكلي متعلق بالاختصاص. الفيدرالية السويسرية قالت ان المحكمة الرياضية تناقش القضية بس، لا اتلغت الغرامة ولا اتلغى قرار مركز التسوية ولا اتلغت اجراءات الحجز ولا حصل اي حاجة ولا في الكلام ده خالص، بل بالعكس قبل كده الطلب من الفيدرالية والمحكمة الرياضية انها تلغي هذه الاجراءات، وقالت ده شأن داخلي امر متعلق بالسلطات المصرية والاختصاص القانون المصري. انا كل اللي اقدر اقول لك فيه ان الاجراء الشكلي القضية تتناقش في الكاس في المحكمة الرياضية ولا لا؟ وامبارح صدر القرار، القضية تتناقش في المحكمة الرياضية. يبقى هنستنى نشوف المحكمة الرياضية الدولية الكاس هتاخد قرار ايه الفترة الجاية؟ يا تأيد قرار مركز التسوية والتحكيم ويبقى الأهلي من حقه الغرامة، يا إما تلغيه.
فقط ليس الا، مش محتاج اوضح اكتر من كده، بس انا حريص ان اقول ده لجماهير الاهلي عشان انا عارف البعض بيبقى عايز يصدر معلومات غلط وعايز يعمل بروباجندا في ظل قضايا تانية عنده فيها، مش عايز اقول لكم يعني، فيها كوارث. الفتره الجايه هتسمعوا حاجات غريبه جدا في قضايا دوليه، والله العظيم هيبقى فيها مفاجآت مدويه. اكتفي بهذا القدر، اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف ترند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد، وترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. نبدا مع بعض ترند الاهلي، والموضوع اللي شغل كل الناس النهارده بخصوص قائمه الاهلي المبدئيه والاوليه اللي تم ارسالها على سيستم الفيفا بالامس، والاتحاد المصري ان شاء الله سيعتمدها يوم 13 يناير. حساب يلا كوره اتكلم النهارده على ان في مصدر ليلا كوره قال كهربا على راس قائمه الاهلي المبدئيه لكاس العالم للانديه. بالتاكيد قائمه الاهلي المبدئيه لن تزيد عن 35 لاعب ولن تقل عن 24 لاعب. وعندك مساحه لغايه 30 يناير تقدر تعمل اضافات بالنسبه للصفقات الجديده او استبدال لا قدر الله في حاله الاصابه. كلنا عارفين طبعا اصابه اكرم توفيق، اصابه كريم فؤاد، خروج محمد محمود، عمار حمدي، حسام حسن، زياد طارق، كل الصفقات اللي هتتم كمان الفتره الجايه هتبقى محور اهتمام الجهاز الفني، ولكن كان ضروري ان يتم ارسال القائمه المبدئيه بالامس. وبالتاكيد ليس هناك ما يمنع من قيد محمود عبد المنعم كهربا في قائمه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه لانه مقيد في القائمه المحليه، وان شاء الله باذن الله هيكون احد الاضافات في قائمه دوري ابطال افريقيا خلال شهر يناير. ولكن بالتاكيد بننتظر الجديد بدءا من يوم الخميس المقبل للاستفاده من كل لاعب موجود داخل صفوف النادي الاهلي. وفي النهايه انت بتعمل شغلك الاداري، اما بالنسبه للمشاركه الفنيه والمشاركه في المباريات هي قرار جهاز فني بقياده السويسري مارسيل كولر. ممكن يعني تحط كل اللعيبه في القائمه وعلى راسهم مثلا كهربا، لكن في النهايه في جهاز فني بيشوف الرؤيه الفنيه لمشاركه اللاعبين خلال الفتره اللي جايه. طيب اليوم السابع وبيتكلموا على ان البطاقه الدوليه تؤجل قيد كريستو في قائمه الاهلي بمونديال الانديه. قلت اخر موعد لارسال القائمه المبدئيه كان بالامس، وطالما عندك لاعب حديث صفقه جديده البطاقه الدوليه وصلت بعد ذلك تقدر تضيف هذا اللاعب في القائمه حتى 30 يناير وعندك مساحه، ولكن بشرط ان القائمه النهائيه ما تزيدش عن 23 لاعب من ضمنهم 3 حراس مرمى. فهتشوفوا كريستو، هتشوفوا خالد عبد الفتاح، هتشوفوا باذن الله الصفقات ممكن يتم الاعلان عنها النهارده في صفقه مهاجم اجنبي خلال الساعات اللي جايه والايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله. في تدعيمات قويه جدا للتحضير بشكل قوي للضغط القادم بالنسبه للاهلي محليا وقريا ودوليا. طب نروح كمان لكوره 11. سجل في سيستم فيفا كهربا والصفقات الجديده على راس قائمه الاهلي في كاس العالم للانديه 2023. زي ما شرحت في بدايه الخبر المتعلق بكهربا والتاكيد على كل المعلومات الخاصه بلوائح كاس العالم للانديه، يوم 13 يناير الاعتماد الرسمي من الاتحاد المحلي قبل اي اضافات او استبدالات من يوم 13 حتى يوم 30 يناير، وهيبقى عندنا مساحه وقت لكل التفاصيل دي. واكيد النادي الاهلي عنده اول مباراه مع اوكلاند سيتي يوم 1 فبراير، فعندك مساحه تسافر يوم 27 او 28 بحد اقصى للتحضير للمباراه الاولى اللي ان شاء الله باذن الله هتكون اول انطلاقه للاهلي في هذه البطوله. وفي تاجيل زي ما قلت لاكثر من حوالي 4-5 مباريات بسبب التعديلات اللي تمت على كل المباريات، وعامر حسين خرج واكد كل هذه المعلومات خلال الساعات الاخيره. نروح لكوره بلس. مروان عطيه يجتاز الكشف الطبي في الاهلي وجلسه تصوير للاعب. العلاقة ما بين النادي الأهلي وإدارة الأهلي مع إدارة الاتحاد السكندري أكيد فيها تعاون مثمر خلال الفترة اللي جاية، والعلاقات الجماهيرية بتساعد بشكل كبير في إتمام عملية الانتقالات والصفقات، والنادي الأهلي بما له بالتأكيد من شعبية وجماهيرية في كل مكان، النادي الأهلي بيلقى بترحاب واستضافة وتعاون كبير جدا مع كل المسؤولين في نادي الاتحاد السكندري وفي كل الأندية المصرية في مسألة إبرام أي صفقات. صفقة مروان عطية أكيد النادي الأهلي أول ما يتم كل الإجراءات هيتم الإعلان الرسمي. مش طبعا مش هقول لا مفيش وفي اجتهادات، لا أكيد كلكم عارفين طبعا خرجت تصريحات من رئيس نادي الاتحاد السكندري الحاج محمد مصلحي، وبالتأكيد خلال الساعات اللي جاية مجرد ما يتم إنهاء الإجراءات الشكلية هتسمعوا وتشوفوا كل الجديد من خلال حسابات الأهلي الرسمية على السوشيال ميديا ومن خلال أيضا قناة النادي الأهلي. لكن انتظروا باقي المفاجآت خلال انتقالات يناير بإذن الله. طيب يلا كورة
ومصدر ليلا كورة: ميركاتو الأهلي مستمر وحسم صفقتين جديدتين بعد توقيع مروان عطية. دون الدخول في التفاصيل، هذا الملف لم يغلق بعد مروان عطية أو خالد عبد الفتاح أو محمد كريستو، ما زال المشوار والملف مفتوح. عندك مساحة إنك تعمل إضافات، وما تنسوش إن القائمة الإفريقية عندك مساحة إنك تسجل 6 لعيبة، فبالتالي لو جبت 5 لعيبة جدد مع وجود كهربا، أعتقد عندك مساحة إنك تاخد كمان صفقات تانية لسد بعض الثغرات اللي بيطلبها أكيد مارسيل كولر للتدعيم في الفترة اللي جاية. لكن أكيد ميركاتو مستمر حتى الأسبوع الأخير من شهر يناير، وفي محاولات لإنهاء كل الأمور دي قبل مباراة الزمالك والبنك الأهلي، اللي مباراة البنك الأهلي هتتلعب على استاد القاهرة الدولي إن شاء الله. طيب المصري الرياضي: كولر يفاضل بين لاعبين أجنبيين لدعم هجوم الأهلي. أكيد خلال الفترة اللي جاية هيكون في تدعيم لهذا المركز بلاعب أجنبي قد يكون مفاجأة وغير مطروح اسمه على المواقع الرياضية والسوشيال ميديا. كان في صفقة للاعب أجنبي، لاعب من غانا، وطبعا لم تنتهي الأمور بالشكل الذي كان يأمله مسؤولي الأهلي، وأعلنوا بشكل رسمي أن الموضوع انتهى وتم إغلاقه تماما، ولكن على طول بتشتغل على الخطة البديلة، وإن شاء الله خلال الساعات اللي جاية في صفقة مهمة جدا لكل جماهير النادي الأهلي. نتمنى يا رب يكون فيها توفيق كبير جدا للأهلي عشان تكون إضافة كبيرة في الملعب خلال الفترة اللي جاية. آخر حاجة في ترند الأهلي، الوطن سبورت بيتكلموا على 4 أسباب وراء اقتراب رحيل أيمن أشرف من الأهلي. طيب الحساب الرسمي الوطن سبورت يمكن عدد الأسباب، قالوا ده على عهدتهم. أول الأسباب: عدم قناعة مارسيل كولر. تاني الأسباب: وجود البديل في قلب الدفاع سواء منعم أو متولي أو حتى ياسر إبراهيم. كمان في رامي ربيعة ومغربي وعبد الرحمن رشدان. الحاجة الرابعة: إن الإصابة الخطيرة اللي تعرض لها أيمن أشرف أثرت كثيرا على حظوظه في المشاركة، ومنحت زملائه فرصة بشكل أكبر للمشاركة عنه في الفترة السابقة. مع كامل احترامي لكل الأسباب التي ذكرتها الوطن سبورت على حسابها الرسمي على تويتر، ولكن المؤكد أن الأهلي لن يستغنى على لاعب بسبب أن الإصابة أثرت على مستواه. بالعكس، أيمن أشرف هينتهي من برنامجه التأهيلي، هيخوض التدريبات الجماعية وهيدخل في التقسيمة والأمور الفنية مع مارسيل كولر. كل الأمور واردة خلال الفترة اللي جاية، لكن حتى الآن الأسماء التي طرحت في مسألة الصفقات والتبادل والإعارات لم يطرح بشكل رسمي أن أيمن أشرف رايح في صفقة تبادلية أو إعارة أو بيع خلال الفترة الجاية. إذن ننتظر الموقف النهائي، وطالما الموقف الرسمي لم يعلن أو الأهلي لم يعلن أي أمر متعلق بأيمن أشرف، يبقى كلها اجتهادات صحفية. لما بيبقى في اجتهادات بنقول اجتهادات، لما بتكون في معلومة قريبة من الواقع بنقول لكم اصبروا خلال ساعات هيكون في إعلان رسمي من قبل النادي الأهلي، وبنأكد بشكل غير مباشر، وأكيد هتسمعوا كل الجديد خلال الساعات القادمة. أخرج لفاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند. روح بسرعه للترند العالمي النهارده، عندنا فيه مفاجات خاصه بنجوم الكره العالميه، ونبدا مع بعض بالنجم الارجنتيني ليونيل ميسي. حساب يلا كوره والترند العالمي من حساب يلا كوره على تويتر بيقولوا: براتب خيالي باريس سان جيرمان يجهز عقد ميسي الجديد. وافق ميسي على التجديد لمده 1 أو 2 وبراتب خيالي. ميسي قد يحصل على 30 مليون يورو سنويا، وذلك على الرغم من ان عمره 35 عام. الراجل ده ما تركزش مع سنه خالص، يعني حتى لو وصل لسن ال 40 هتلاقيه دايما كده في ريت تاني خالص يعني. ميسي يريد مواصله اللعب في باريس، فهو وعائلته يشعران بالسعاده. هو البعض كان متوقع ان بعد انتهاء تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان هنشوفه في الدوري السعودي. عندك كريستيانو في النصر، طبعا النصر العالمي الفريق الكبير في السعوديه، فهتلاقي بقى ميسي في فريق الزعيم في الهلال السعودي. مش عارف هل ممكن يجدد مع باريس سان جيرمان او ممكن ينتقل للدوري السعودي، هنشوف ده خلال الفتره اللي جايه. لكن طبعا ليونيل ميسي نقدر نقول قفل اللعبه، يمكن عمل كل حاجه، كل المسابقات وكل الجوائز، يعني الله اكبر، يعني عمل كل حاجه، وكان اخرهم كاس العالم، فاز طبعا في المباراه النهائيه الشهيره على فرنسا في مونديال الدوحه. طيب حساب بطولات بيقولوا وفقا لصحيفة الناشونال الكاتالونية ان كيليان امبابي غير راضي عن المدرب الحالي لباريس سان جيرمان كريستوفر جالتييه، وان امبابي طلب من ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان تعيين زين الدين زيدان
ليضمن استمراره مع العملاق الباريسي. هو حساب بطولات نقل ده على من خلال صحيفة ناسيونال الكاتولانية. طبعا في كلام ان امبابي رايح ريال مدريد، ففكرة ان هو لا مش هينتقل للريال ويفضل في باريس سان جيرمان، فبيقترح او بيطلب لو عايزين نفضل في باريس سان جيرمان هاتوا لي زين الدين زيدان، لو مش عايزين زين الدين زيدان انا همشي من باريس سان جيرمان وانتقل واروح ريال مدريد. مش عارف يعني، طبعا بعرف الكورة صعب قوي ان لعيب بيفرض وجهة نظره على ادارة نادي وعلى فريق ويغير مدير فني، ولكن كل شيء وارد دلوقتي بصراحة بنشوفه من كريستيانو او ميسي او حتى كمان من كيليان امبابي. طيب حساب مانشستر سيتي على تويتر اعلن عن القميص الجديد احتفالا برأس السنة الصينية. طبعا شايفين نجوم المان سيتي، يمكن هالاند نجم الكرة في الدوري الانجليزي والهداف طبعا في مباريات البطولة، يمكن طبعا هذا الاحتفال بالنسبة لي حساب مانشستر سيتي بمناسبة القميص الجديد احتفالا برأس السنة الصينية. طب نروح لحساب اي بي ال وورلد وبيقول ان جواو فيليكس بينتقل الى تشيلسي على سبيل الاعارة مقابل 11 مليون استرليني. جواو فيليكس طبعا هنشوف في الساعات اللي جاية، نجم اتلتيكو مدريد، هل ممكن ينتقل لتشيلسي على سبيل الاعارة بهذا الرقم؟ هنشوف الكلام ده خلال الفترة اللي جاي. طيب نروح كمان لحساب اوبتا للاحصائيات وبتتكلم على ماركوس راشفورد، يمكن في احصائيه مهمه جدا متعلقه بيه، قالت انه بيسجل هدف كل 140 دقيقه تحت قياده ايريك تنهاج، وطبعا ده معدل كبير جدا وده افضل معدل دقائق لكل هدف له لماركوس راشفورد تحديدا على المستوى الشخصي تحت قياده اي مدير فني قاد مانشستر يونايتد في مسيرته خلال الفتره الاخيره. طيب حساب في الجول على تويتر نقل تصريحات لريو فيرديناند عبر قناته الرسميه بموقع اليوتيوب، قال لو كنت مكان هاري ماجواير لرحلت عن الفريق، كنت ساذهب الى مكتب ايريك تنهاج واقول له انه لا يحترمني. طبعا ريو فيرديناند مدافع وقائد مانشستر يونايتد السابق في كلامه عن طبعا ايريك تنهاج وبيتكلم لو كنت مكان هاري ماجواير لرحلت بعد اللي حصل ده، وكنت هروح اتكلم مع ايريك تنهاج واقول له انه لا يحترمني، واعتقد ان ماجواير بقى في يونايتد لانه بالتاكيد مش هيجده افضل منه وهو يشارك في مباريات الكؤوس خلال الفتره الاخيره. طيب اخر حاجه معايا في الترند العالمي ان حساب كوره بلس بيقول ان برشلونه بيستهدف التعاقد مع ماركوس تورام. في خلال انتقالات يناير الانتقالات الشتويه برشلونه بيسعى لحسم التعاقد مع ماركوس تورام رغم ان عقده هينتهي بنهايه الموسم الجاري مع بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وبالتأكيد ظهوره مع منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم إدى يعني مساحة إن أكتر من نادي يفكر فيه، رغم إن عقده هينتهي السنة دي مع بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، لكن في أندية بالتأكيد بتفكر تاخده في يناير قبل ما تستنى لنهاية الموسم، هتبقى العروض كتيرة جدا على النجم الفرنسي. طب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة المصري. أستاذ محمود بيقول تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة: الشناوي، هاني، متولي، ياسر، معلول، ديانج، السلية، أفشة، عبد القادر، الشحات، محمد شريف، بالتوفيق للنادي الأهلي العظيم، 3-0 للأهلي إن شاء الله. يا رب بإذن الله. عبد الله الأهلاوي بيقول مساء الخير يا كابتن محمد، توقعي للتشكيل: الشناوي، معلول، ياسر، متولي، هاني، السلية، ديانج، عبد القادر، أفشة، الشحات، ومهاجم محمد شريف. وبالتوفيق لاي 11 راجل هيلعب، حتى لو توقعي طلع غلط بالتوفيق ان شاء الله، يعني حتى لو ال 11 اللي هو توقعهم غلط اهم حاجه التوفيق يكون حليف النادي الاهلي. استاذ محمد علاء بيقول التشكيل: الشناوي، معلول، منعم، ياسر، هاني، ديانج، السليه، قفشه، عبد القادر، الشحات، محمد شريف، وان شاء الله 0-2 للاهلي. طيب كابتن فريد فتحي اسماعيل بيتوقع وبيقول الشناوي، هاني، ياسر، متولي، معلول، عمرو السلية، ديانج، قفشه، الشحات، شريف، عبد القادر، والتشكيل ده نظرا للاصابات. انا عاجبني ان الناس كلها مركزه ان حسين الشحات يبدا في التشكيله الاساسيه نتيجه الاداء الرائع في الفتره الاخيره. كيمو الاهلاوي واخر راي معايا وتوقع بيقول الشناوي، معلول، متولي، ياسر، محمد هاني، ديانج، السلية، قفشه، برونو سافيو، احمد عبد القادر، وشادي حسين. ده راي مختلف عن كل الاراء، معظم الاراء محمد شريف والرأي الثاني شادي حسين، ولسه هتشوفوا وراء تانية الفترة الجاية لما يتم التدعيمات في مراكز تانية.
بقدر الامكان حاول النهارده نرد على بعض القضايا والملفات المهمه، وما زالت الملفات مفتوحه ومطروحه وفيها تفاصيل اكتر، ولكن غدا باذن الله نلقاكم في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء.